السلام عليكم وتحية طيبة. اليوم غنتكلموا على المحجوب السلك اللي كان كيتعتبر واحد من أشد أعداء المملكة المغربية وواحد من المنافحين عن أطروحة ألوام جمهورية الصحراوية الديمقراطية. هذا أسس واحد تيار سماه تيار الشهيد، منشق عن حركة البوليزاريو، بعد ما اقتنع بأن دورة العسكر هي فقط توظيف البوليزاريو توظيف سياسي ضد المملكة المغربية، وبأن حتى قادة البوليزاريو هم أول من يضرب بمصالح ما يعرف بالشعب الصحراوي عرض الحائط. اليوم غنشوفوا هذا التيار والأهداف ديالو من خلال محجوب السلك، ولماذا انشق عن حركة البوليزاريو الإرهابية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالشعب يريد الاستقلال 1970. أكيد على أنها مجموعة من الإطارات أولاد الصحراء واللي يبحثوا عن حل لأهل الصحراء، تتناولهم الليلة في هذه الجلسة، وهذه الجلسة مفيدة. بالنسبة لخط الشهيد، خط الشهيد موجود كتيار سياسي، لأنه خط الشهيد برنامج سياسي. ما هو فرض برنامج سياسي، وكل من يؤمن بذلك البرنامج السياسي الهادف إلى الإصلاح داخل البوليساريو، الهادف إلى تحقيق العدالة والديمقراطية داخل البوليساريو، الهادف إلى محاربة الفساد داخل البوليساريو، ذلك هو أصلا من خط الشهيد، لأن خط الشهيد فكر وبرنامج سياسي. حاك هذا هو الوساخ خط الشهيد. إذن ما هو خط الشهيد؟ خط الشهيد قلناها عنه، هذا جلات كيف قلنا في البيان السياسي اللي وزعنا تحت عنوان نداء إلى كل وطني الصحراني منذ 20 سنة. ومنين تصنت له اليوم بعد 20 سنة؟ تعرف عنه هو الواقع حاليا. لكن البيان جاء فيه: أمام الوضعية المزرية والباب المسدود الذي وصلت إلى قضيتنا الوطنية نتيجة لعجز الأمم المتحدة عن تطبيق مقرراتها وعرقلة المغرب وتعنته الذي وصل إلى رفض كل حل خارج إطار سيادته على الصحراء الغربية، وعجز القيادة الحالية للبوليزاريو عن إدارة الصراع مع العدو والتعامل مع الأمم المتحدة، ما أدى بها إلى تقديم التنازلات والتنازلات إلى أن لم يبقى لديها ما تتنازل عنه ما عدا ورقات التوت التي تستر عورتها. ووضحنا على أن العوامل اللي دفعتنا إلى إعلان المعارضة ضد هذه القيادة هو اعتماد الخطاب الاستسلامي الدفاعي السلبي بدل الخطاب السياسي الهجومي الإيجابي، الضعف أمام الأمم المتحدة مما دفع هذا الأخير إلى المزيد من العرقلة والتعنت، فقدان المبادرة الهجومية ووضعية الدفاع السلبي مما جعلنا نلهت وراء الأحداث بعدما كنا صانعيها بدماء شهدائنا وتضحياتنا، عدم اتخاذها أي قرار هجومي في مستوى أمالي وتطلعات هذا الشعب العظيم، بحيث أنها لم تتخذ أي قرار إيجابي منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم، ما عدا العودة إلى الحرب التي كانت فضيحة، ما عدا قرار واحد تحول بعد ذلك إلى مهزلة فضيحة، وهو قرار الرجوع إلى الحرب إذا مر الرالي من التراب الوطني اللي كانت في 2000، وجاء عقبها الرجوع للحرب ذاك اللي هو مولي الله ما أهزله. عدم وجود سياسة ممنهجة لاستيعاب الإطارات المثقفة والخريجين الجامعيين وتوظيفهم لصالح القضية، مما خلق نزيفا بشريا رهيبا من الإطارات نحو العدو الخارج، في الوقت الذي نجد فيه معظم المسؤوليات في يد مجموعة من الأميين ليس لهم من رصيد ما عدا انتمائهم القبلي وولائهم للرئيس. وهذا يؤكده لنا على أن في إسبانيا وحدها أكثر من 65 دكتور طبي صحراوي، دكتور في الطب. تهميش الكوادر والأطر المثقفة والخريجين الجامعيين والمقاتلين الأبطال الذين صنعوا مجد هذا الشعب في ميادين الكفاح، عملية ممنهجة للقضاء على القوة العسكرية الصحراوية باعتبارها العنصر الفعال في حسم الصراع، ترك ضحايا الحرب يعانون مصيرهم المجهول في ظروف جد مأساوية، ونقصد بهم الجرحى وعائلاتهم والشهداء وعائلاتهم، التفريط في عائلات الشهداء ونسيان أبنائهم الذين ينظرون إلى الممتلكات العامة التي يعتبرونها ثمرة دماء أبنائهم يتمتع بها آخرون لا يستحقونها. كل ما يهم القيادة الحالية هو تنظيم مسرحية المؤتمر كل 4 سنوات لتبقى متمسكة بالسلطة من أجل ما توفره له من مصالح وامتيازات وصلت درجة التهريب والسرقة والمتاجرة بمكاسب الشعب وبناء المصالح في الخارج، أي المنازل في موريتانيا والجزائر وإسبانيا والحسابات البنكية السرية، تحويل شعبنا من شعب مجاهد ومكافح إلى شعب من التجار التبتابة والمهربين والمتاجرة حتى مع العدو من خلال الربط و المتاجرة بالمخدرات أمام صمت القيادة وربما تورطها، إنهاك الاقتصاد الجزائري، إخفاء على الشعب الأخبار والمعلومات المتعلقة بمصيره مثل زيارة ممثل الحكومة الأمريكية سنة 2000 والزيارة الأخيرة للوفد الرسمي الإسباني سنة 2004. كل هذا مع وضعية لا حرب ولا سلم خلقت لدى شعبنا حالة معنوية منهارة وآفاق مظلمة،
خصوصا بعد القرار الأخير لتمديد تواجد المينورسو مدة 6 أشهر، وأصبح ذلك سنة، واستقالة جيمس بيكر الذي طالما علقت عليه هذه القيادة الكثيرة من الأحلام، ووضعية اللامبالاة سياسة واللامبالاة سياسية وقنوط وظلام في الأفق، مما خلق تسامحا مع المبادئ والمقدسات، وخلق بدلا منها البحث عن بديل لهذه الكذوبة كما أصبح الكثيرون يسمون القضية الوطنية. التهافت على أوراق الجنسية بالجزائر وموريتانيا وإسبانيا لمن لم تسمح لهم ضمائرهم بخيانة إدماء الشهداء والتوجه للعدو. التهريب والتجارة في المحرمات حتى مع العدو عبر خطوط الدفاع الرملية وعقلية الارتزاق. واستغلت القيادة هذه الوضعية المؤلمة لتترك الحبل على الغارب وتستخدم سياسة الإلهاء والترغيب والتجين عبر توزيع المناصب ووضع لهايات في فم الإطارات لتمتص عبرها ما يتساقط من فتات مواد الرئاسة ولتبقى أفواهها مكممة. وهذا ما أكدته بشكل واضح مهزلة المؤتمر 11 التي لم يتدخل فيها خلال الجلسات العامة أي إطار من مدير بسيط أو ممثل أو سفير أو وزير إلى عضو أمان الوطني. لقد أثبتت لنا الأيام وبعد أحداث الصراع على السلطة 88 أن هذه القيادة عاجزة وفاشلة في التسيير وفي بعد النظر، وأن كل ما يهمها هو البقاء في السلطة مهما كان الثمن، وكل من قل نصيبه من الغنيمة من أعضاء القيادة يتاجر بنا عند العدو ويبيعنا في المزاد العلني. فكيف تريدون من جسم لم يتجدد الدم في دماغه منذ أكثر من نصف قرن ألا يصاب بالشلل؟ وفعلا لكي نكون واقعين، بعد 20 سنة من المعارضة ومحاولة إصلاح هذه القيادة ومحاربة الفساد فيها، تأكدنا بأنه ليس هناك أمل لإصلاح القيادة، لأن القيادة أصبحت بيادق في يد المخابرات الجزائرية، ونحن عاجزون عن إصلاح المخابرات الجزائرية. لهذا عرفنا عن القيادة تهدف فقط إلى بقائنا في الحمادة إلى ما نهاية، القيادة تهدف بعد إلى أن تنتهي حركة التحريرية بدولة فرابوني اسمها الجمهورية العربية الصحراوية والديمقراطية، يستغلون فيها هما المناصب والامتيازات على حساب معاناة الضحايا والشهداء وعائلاتهم. لهذا قررنا اجتماعنا الأخير منذ عدة أشهر ومناقشة الحال كما هو، بعد أن تأكدنا من عجز القيادة وفسدها وتردد الجزائر وعجز الأمم المتحدة، تأكدنا على أننا أصبحت وضعتنا هذه القيادة أمام حلين اثنين لا ثالث لهما، حد حان تقرير المصير وحان الاستقلال وحان الأحلام. إذن هذا الوضع المزري اللي وصلتنا القيادة وضعتنا فيها أمام حلين اثنين لا ثالث لهما، إما البقاء في الحمادة إلى ما لا نهاية أو الحكم الذاتي. ولهذا قلنا ما دام الأمر لام بين هذا وذاك نفضل الحكم الذاتي، لأنه على الأقل فوق ترابنا وفوق أحد المحيط الأطلسي فوق ترابنا. الحكم الذاتي ما معناه عنه العودة إلى المغرب، لا الحكم الذاتي معناه عن قوة كقوة سياسية ندخل في مفاوضات مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان حكم ذاتي يخولنا تسير أمورنا الذاتية والاقتصادية والثقافية ضمن ضمانات دولية، بدلا من البقاء في الحمادة إلى ما لا نهاية. وهذا هو موقفنا وهذا هو قرارنا الحالي وهذا هو الماشي اللي وأثبتت خط شهيد وبيانها من ليل 20 سنة أننا كنا على الطريق المستقيم، ولكن نحن مع قيادة عاجزة وفاشلة ومرتشية وقبلية لا تريد ما عدا أن يبقى الناس في الحمادة إلى نهاية تمهي متمومك وعايش على حساب معاناتنا دمائنا ودموعنا وآلامنا. تحياتنا لكم، وبطل واحد هو الشعب وزعيم واحد هو الشهيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو عن خط الشهيد. واصل معكم نفس نداء إلى كل وطن الصحراوي اللي راه له 20 عام. إن تدمير المؤسسات الوطنية المتعمد وتحويلها إلى هياكل شكلية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي عملت القيادة عن عمد ومع سبق الإصرار على تدميرها وتخريبها بعد أن كانت رأس الحرب في مواجهة العدو، عملية الهدف منها أن نصبح مجرد لاجئين تتاجر بنا هذه القيادة العاجزة والمنحرفة في جنوب تندوف، أي دولة بالرابون جنوب تندوف. لم نعد قضية وطنية، ولم نعد دولة معترف بها من طرف الوحدة الإفريقية، لم نعد شعبا سبب وجوده في الحمادة هو الكفاح من أجل العودة وحقه في تقرير مصير الاستقلال، وليس بناء دولة في الحمادة والبحث لها عن هيكلة مناسبة. وهذه الأوضاع المؤلمة يقابلها في جانب الآخر من الجدار الاحتلال، احتقار، قمع، إرهاب، اختطاف، سجون، انتهاكات وغيرها. فالشعب بين عدوين، عدو واضح ظاهر هو الغزو المغربي، وعدو داخلي متخفي هو أعضاء هذه القيادة العاجزة والمنحرفة. إذن فالواجب والضروري يحتم علينا قدم ما يمكن نقاذه قبل فوات الأوان.
لهذا قررت مجموعة من الوطنيين الصحراويين وإطارة الجبهة الشعبية وخوفا على مصير هذا الشعب المكافح وحرصا منا على الحفاظ على مكاسبه، تأسيس تنظيم وطني سياسي لكل الصحراويين الوطنيين الذين يساهمون على الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية. الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ودب، وهو الجبهة الشعبية خط الشهيد، نعلنه كبديل لانحراف القيادة وتخليها عن المبادئ الأساسية للجبهة والخط الصحيح الذي رسمه شهدانا على رأس مفجرها وشهيد الولي مصطفى السيد، ونتبنى الديمقراطية والحوار والتناوب على السلطة كمنهج حضاري للتسيير. إننا من خلال هذا التنظيم سنطالب باستقالة جماعية للقيادة الحالية وتشكيل لجنة وطنية محايدة لتنظيم ندوة وطنية يفتح خلالها حوار وطني حول آفاق المستقبل بالنسبة لشعبنا، والإجابة على السؤال الملح إلى أين نحن ذاهبون أمام الوضعية الحالية ذات الأفق المظلم والمسدود، وتنظيم انتخابات وطنية حرة نزيهة وشفافة بعيدة عن انتخابات القيادة وبكل ديمقراطية لتعيين قيادة جديدة لهذا الشعب من الشباب المثقف وأبناء الشهداء والإطارات التي لم تتلطخ أيديهم بالسرقة والفساد واستغلال المواد العامة في مصالح ذاتية، ولم يقوموا بأي عمل منافي لحقوق الإنسان مع استبعاد كل من أعطى أوامر باختطاف المناضلين وسجنهم وتعذيبهم. ومن بين أولويات تنظيمنا المعارض داخل الجبهة واللي هو الجبهة الشعبية خط شهيد، فتح المجال أمام الإطارات الشابة القادرة والنزيهة لتولي المناصب القيادية، أعطى عناية أولية وملموسة للجرحى وضحايا الحرب، تغنيهم عن مد اليد للآخرين والوقوف عند مراكز المراقبة الكنترولات، عناية مادية ومعنوية لعائلات الشهداء وأبنائهم لتكون وضعيتهم المادية أفضل وأحسن من غيرهم، ولتصبح بذلك هذه العائلات مفخرة ورمزا للكرامة والحرية، وكل عائلة ليس لها شيء تتمنى لو كان لديها شهيد أو أكثر، وليس العكس كما هو واقع اليوم. حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، احترام حقوق الإنسان وتقديم تعويضات مادية ومعنوية لكل ضحايا الرشيد، يقدم للمحاكمة كل من أعطى أوامر باختطاف المناضلين أو أشرف على تعذيب في سجن الرشيد، العمل بما قلت الشهيد الولي رفض الواقع الحالي شعب لاجئ مشرد خارج وطنه، والعمل لتحقيق الواقع المطلوب شعب واعي منظم محترم فوق كامل تراب الوطني، إعطاء مهلة للأمم المتحدة لا تتزاوج 3 أشهر لتطبيق مقرراتها أو الانسحاب من المنطقة. إننا في نهاية البيان يقول بيان خط الشهيد، إننا متأكدون من أن الطريق مليون بالمصاعب والأشواك، أشواك الغزاة المغاربة والقيادة العاجزة، ولكن تلك هي طريق الرجال الذين يصنعون التاريخ مثل ما صنعناه مع الشهيد ولي منذ طلاقة الثورة. أما الرذلاء والمتملقون والانتهازيون فهم أصحاب الطرق السهلة، ما يسمن في العالم المحالي شمه الذئاب، وليكن شعارنا في مسيرة التصحيحية ضد هذه القيادة العاجزة بطل واحد هو الشعب وزعيم واحد هو الشهيد، أي أن البطل الذي حقق المكاسب هو الشعب والزعيم الواحد يستحق زعمه ذاك لا تدمه. إننا من خلال هذا النداء ندعو كل الوطنيين الصحراويين الغيورين على قضية شعبنا العادلة للمساهمة معنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا من جانب البيان السياسي. وفي يوم الوحدة الوطنية مع ذكرها 30 أصدرنا البيان التأسيسي للحركة الإصلاحية داخل البوليساريو، والذي صغناه بنفس الطريقة اللي صاغ بها الشهيد ولي البيان التأسيسي للجبهة سنة 1973. البيان التأسيسي: إزاء تشبث القيادة بالبقاء مسيطرة على شعبنا الأبي بالجهل والقبلية والرشوة، إزاء تشبثها بكراسي السلطة إلى ما لا نهاية من دون أن تقدم شعبنا ولو خطوة واحدة للأمام طيلة 15 سنة الأخيرة، إذا عجز القيادة عن التعامل مع تعنت العدو وتخاذل الممتحدة دفعنا للقبول بدولة فوق الحمادة كحل النهائي لحربنا التحريرية، إذا وضعية لا حرب ولا سلم التي طالت أكثر من اللازم وكلفتنا ضياع الكثير من مكاسبنا، إذا سوء تدبير ملف أسر الحرب المغاربة والذي كانت عاقبته إطلاق سراح المتبقي منهم في وقت يسجن ويعذب ويذبح فيه أبناء شعبنا المنتفضين بالمناطق المحتلة، إذا انعدام الديمقراطية وسوء التسيير مع التهميش والإقصاء لمعظم إطارات هذا الشعب المخلصين، إذا نشر ثقافة الاستسلام والقبول باللجوء كأمر واقع للأبد، إذا حملات الاعتقالات والاختطافات والتعذيب والتصفيات التي تعرض لها العديد من المناضلين الصحراويين الأبرياء، إذا فشل كل المحاولات السابقة المنادية بالإصلاح والتغيير والتي كانت مطامحها مجرد مطامح سلطوية نفعية وقبلية، نعلن مجموعة من مناضلي وإطارات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي دهب عن تأسيس حركة سياسية إصلاحية نابعة من صميم النضال كفاح ومعاناة الشعب الصحراوي البوليساريو خط الشهيد، كتنظيم وطني سياسي صحراوي وتيار ديمقراطي ضمن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي دهب
يعتمد مبادئ ثورة 20 مايو المجيدة وخط وسيرة مفجرها الشهيد ولي وكل شهداء الأبرار، وتهدف لتحقيق العدالة والديمقراطية. تحترم الحوار وحرة الرأي والتجمعات واحترام حقوق اللسان، وتعتمد الديمقراطية والتناوب على السلطة كمنهج حضاري للتسيير. تهدف إلى تحقيق الواقع المطلوب، شعب واعي منظم محترم فوق كامل تراب الوطني، ورفض الواقع الحالي، شعب لاجئ مشرد خارج وطني فوق الحمادة يوم لا نهاية. بطل واحد هو الشعب، وزعيم واحد هو الشهيد. هذا هو البيان التأسيسي لخط الشهيد، وهذا هو التعريف بخط الشهيد.